طبعا دي صوره من النحاس مسؤول عن النحاس من مقتنيات رئيس السادات. بنجد البلدنتين دول مجموعه اوراق بخط ايد رئيس السادات. عظمه الحاجه المصري. عربي وانجليزي. خط جميل زي؟ خط جميل صح. بس هو اصلا برضه القلم هو فنان وشاعر وموسيقي. بنجد البدلة دي بدلة الراحل الفريق او اللواء محمود عبد الرحمن فهمي، كان قائد القوات البحرية من سنة 69 وحتى عام 72، شهدت فترته اغلب بطولات القوات البحرية، تدمير الحفار، تدمير المدمرة ايلات، فكل المقتنيات دي من منزله. بدلة الرئيس السادات اللي كان بيرتديها يوم رفع العلم على العريش في مايو 1979. دي بدلة عسكرية أخرى للرئيس السادات. رئيس السادات يعني وجدنا في المقتنيات كتير كان عنده بدل عسكرية كتير، يعني يهوى البدل العسكرية. رئيس السادات ده أعظم من حكم مصر في التاريخ القديم ولا إيه؟ معلش تقولش الحديث، الحديث السيسي. أيوه هو حبيبي برضه. معلش كلنا بنحب السادات مش هنقدر نتكلم. بس السيسي كان حزين. هو بيتكلم عن اللي بيتكلم. لا معلش ما تقوليش. السيسي هو السيسي. اللي مالوش قديم مالوش جديد. دي قلادة الاستقلال التونسية. تم إهدائها للرئيس الحالي بن قيبة لرئيس السادات سنة 2020. بس عشان لا ده كل حاجة. ودي قلادة إيه؟ ودي قلادة إيه؟ دي قلاده من الهند. تم اهدائها السوق المعروف. لا مش ذهب برضه. موجود عندنا.